مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بأن نستضيف سيدات أعمال ناجحين، ومن زاوية سيدات الأعمال أكثر نجاحا رحبوا معي بمس إسراء، The Business Developer Manager of Riyadh Home Medical Center. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا بحضرتك مس إسراء. في البداية حابة نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وحابين نعرف أكثر عن رياض هوم ميديكال سنتر. لا، هو أنا مواليد الدولة. حسنا فيك. أهلا وسهلا. فبقالي حوالي تقريبا 10 سنين شغالة في مجال الماركتينج هنا رياض ميديكال سنتر، بقالنا حوالي 2 سنين في الماركت. أنا هنا البزنس ديفلوبمنت مانيجر. تمام. طبيعة الشغل في رياض ميديكال سنتر عبارة عن هوم كير، بتبقى للأغلب الناس اللي هم كبار السن أو المرضى اللي مش بيتوفر لهم رعايه في المستشفيات، لان المستشفيات بتبقى تقريبا اكسبنسيف شويه على بعض الناس. فاحنا بنوفر لهم الرعايه المنزليه ديت في البيت عن طريق نيرسز بيبقوا كواليفايد مرخصين معاهم دي اتش اي، سواء ريجستر نيرس او اسيستنت نيرس، ميل او فيميل على حسب طلب الكلاينت، على حسب طبعا حالته. هل مثلا هو حالته محتاجه نيرس تبقى معاه 12 ساعه او 24 ساعه، كل دوت احنا بنوفره له. تمام. عندنا كمان دكاتره بتيجي اولموست مره او مرتين في الاسبوع، جي بي دكتور بيشيك على الحاله على اساس ان هو جايد النيرس يشتغل ازاي. تمام. عندنا كمان في حالات بتحتاج ثيرابيست، بس فعلى الاساس دوت كمان بنوفر. بتبقى الباكج طبعا توتالي مختلفه عن المستشفى. تمام. برضو بنحاول ان احنا نراعي حاله المريض، بنحاول ان احنا نراعي عدد الساعات، نعمل لهم باكج كويس على اساس ان الحالات دي تقدر ان هي نديها الرعايه الكامله. عندنا كمان الحالات اللي هم سبيشال نيدز او عندهم مشاكل في النطق، كمان بنوفر لهم سبيتش ثيرابيست، برضو بتبقى خدمه منزليه موجوده وباسعار كويسه جدا. جميل جدا. مس اسراء، حابين نعرف اكثر ايش اللي بيميزكم في السوق، كيف بتقدروا تكسبوا ثقه الناس والعملاء؟ بيميزنا ان احنا اولا بالنسبه للباكج اللي احنا بنديها، اعتقد بالنسبه للماركت يعتبر ارخص باكج موجوده. تمام. الحاجة التانية كمان احنا حاطين مميزات موجودة على الباكج زي البي سي ار، موجود كمان يعني لغاية ان هو لغاية البيت نقدر ان احنا نوفره. كمان زي ما قلنا ان احنا الباكج بتاعنا كامل، يعني الباكج في الماركت في اي هوم كير تاني بيبقى بس متوفر نيرس، لكن احنا ضايفين بي سي ار، ضايفين زيارة منزلية للدكتور، ضايفين دكاترة علاج طبيعي على حسب احتياج المريض، وموفرين كمان ان احنا يا اما لو المريض عايز 12 ساعه بنديله 24 ساعه بنحتاجه، لو محتاج ان هو برضو تحاليل بنعملها له تقريبا بخصم حوالي 50% تقريبا، لان عندنا اللابراتوري بتاعنا. جميل جدا. كبزنس ديفلوبمنت مانجر، حابين نعرف النظره المستقبليه لرياض ميديكال سنتر. والله النظره المستقبليه ان احنا نفتح فرع تاني كمان باذن الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق وتفتحوا فروع في دوله الامارات العربيه المتحده ان شاء الله باذن الله. مس اسراء، احنا عايشين في بلد الامن والامان، دوله الامارات العربيه المتحده، شيوخ الدوله ما قصروا، حكومه دبي ما قصرت، قدمت الدعم للمستثمرين. حابين نسمع منك رساله شكر لشيوخ الدوله وحكومه دبي. انا بشكر جدا حكومه دبي لاني تحت لنا ان احنا نفتح بدل البروجكت 1 و2 و3، لان احنا كمان عندنا شركه توظيف، فيعني يعتبر الدولة الأكثر أمان أو اللي هي بتدي لكل الناس المستثمرين الحق إن هم يفتحوا أماكن. فأكيد بشكر حكومة دولة الإمارات كلها إن هي ادتنا الفرصة ديت إن احنا نقدر نشتغل في الدولة. شكرا أنسة إسراء على رسالتك الجميلة، وأكيد احنا بنتمنى دوم نعمة الأمن والأمان، والله يطول في أعمار شيوخ الدولة. قبل ما أختم البرنامج حابب أعرف الموقع الجغرافي لرياض هوم سنتر، وين احنا؟ احنا موقعنا في دبي في الكرامة. تمام. اكيد هنوضح اللوكيشن كامل مع الاعلان، بس احنا بيزك اون دبي حاليا في الكرامة. مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي اسفل الشاشه. انا ساسار، شكرا كثير لاستضافتكم ونتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.